بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمي الكريم، وعلى أهله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أبنائي وبنات الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة نظم معلومات إدارية بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد، مدرس إدارة الأعمال والإدارة العامة بالمعهد، في محاضرة مسجلة تبث عبر شبكة الإنترنت على موقع المعهد في مادة تسويق وتجارة إلكترونية. في البداية، كل عام وأنتم بخير، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى أهاليكم وعلى زملائكم بالخير والسعادة. الامتحانات أوشكت على الأبواب بناء على تعليمات أو قرارات المجلس الأعلى للجامعات. النهاردة احنا في 15 أو 16/5، المحاضرة بسجلها لكم يوم الاثنين اللي الحد الموافق 16/5، يعني بالظبط كده قدامك اقل من شهر والامتحانات بتبدأ، يعني في كتيره 4 محاضرات، يعني السنة انتهت. بالتالي الكلام واضح، وانا ما بتكلمش عشان انا عاوز حاجة منك، ولا مش عاوز اكمل الكلام، عاوزك تهتم شوية وتركز في المحاضرات القادمة. الامتحان هيبقى داخل المعهد، مش هيبقى الكتروني. احنا خلصنا الجزء الاولاني التجارة الالكترونية، النهاردة دي المحاضرة الاولى في مادة التسويق الالكتروني. انا لما جيت اتكلمت معاك في بداية التجارة الالكترونية قلت لك احنا دلوقتي اصبحنا في عصر متغير، عصر كل يوم في جديد، نتيجة ايه؟ ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كان لهذه الثورة آثار وانعكاسات على التجارة الإلكترونية وعلى الأعمال الإلكترونية. بقى في حاجة اسمها إدارة إلكترونية، حكومة إلكترونية، تسويق إلكتروني. يبقى إذن تكنولوجيا المعلومات كان لها آثار مباشرة. السبب اللي ورا كل دي إيه؟ انتشار شبكة الإنترنت. يبقى وجود شبكة الانترنت او الشبكة العنكبوتية اللي بيقولوا عليها، اللي اصبحت دلوقتي متواجدة في كل ارجاء المعمورة، في كل مكان في العالم، في السماء، في البحر، في الجو، هنا موجودة منتشرة. فعشان كده اصبح الاتصال، عملية الكوميونيكيشن، خدت بالك، الاتصالات بين الافراد بعضهم ببعض، الدول بعضها ببعض، الشركات بعضها ببعض، دي نتج عنه ايه؟ التجارة الالكترونية، الكترونيك كوميرش. تاني حاجة الكترونيك مانجمنت، الكترونيك بيزنس، الكترونيك ماركتينج، اللي هي ايه؟ اللي التسويق الالكتروني. احنا خلصنا التجارة الالكترونية واتكلمنا، وفي المحاضرات الاخرانية اللي هتتبث اليكم، اللي يمكن ننسى انتم ايه ما وصلتش اليكم، هتلتقى في حاجات. انا النهاردة عاوز ابدأ معاك في ما يسمى بالتسويق الالكتروني، اسمه دلوقتي التسويق الالكتروني، التسويق الرقمي. المهم اصبح التسويق الالكتروني مهم جدا جدا جدا. دي الكلام اللي موجود في ايه؟ في الكتاب. انا هجيب لك اكتر من شرايح قدامك عشان اسهل لك الموضوع، يعني انت شايفني قاعد اهوت. كل التسويق الالكتروني مفهوم، يعتبر التسويق الالكتروني حاله خاصه من التسويق ونوع اخر وشكل من اشكال متطوره للتسويق. يعني الاول كان في تسويق تقليدي اللي هو التسويق العادي، انت بتنزل السوق تشتري،
وبتتعجي لك البضاعة، بتدفع ثمن البضاعة، بتتسوق زي ما بنقول كده باللغة الدارجة أو اللغة العامية بتاعتنا. النهاردة في نوع جديد بقى، تسويق إلكتروني، يعني ممكن تتسوق وأنت قاعد في البيت. يبقى يعتبر التسويق الإلكتروني حالة خاصة من التسويق ونوع آخر وشكل من الأشكال المتطورة نظرا لاستخدام الآليات والأساليب التكنولوجية. يبقى إذن زي ما اتكلمت معاك وقلت لك الإنترنت، أنا بستخدم وسائل تكنولوجية كانت لها آثارها على تغير مفهوم النشاط من تقليدي إلى إلكتروني. أصبح من تقليدي لإيه التقليدي؟ اللي هو الشيء الطبيعي اللي احنا كنا بنباشر به العمليات التسويق، إن أنت بتنزل السوق وبتشتري، تاخد البضاعة بتدفع ثمنها بتشيلها بتروحها الكلام. النهارده لأ، أنت معاك حاجة اسمها موبايل أو معاك كمبيوتر في البيت او لابتوب او اي وسيله من دي وعليها خط او عليها شبكه الانترنت، يبقى من حقك تسوق الكتروني. ما دام عندك الوسائل اللي بتساعدك، اللي هي عندك حساب في البنك والابلكيشن اللي هو التطبيق بتاع البنك موجود، والنهارده انت هتخش على المتجر هيقول لك خلاص سدد، انت بتسدد على حساب المتجر او على حساب الشركه، فبتقول يقول لك خلاص فلوسك وصلت، انت بتخصم من حسابات. الامور دي كلها بتتم الكترونيا، ويعتمد في هذا النشاط على شبكه الاتصالات الدوليه والانترنت. التسويق الالكتروني والتقليد المتشابهات، يبقى التسويق الالكتروني والتقليد المتشابهات. فانتشار عناوين الويب في وسائل الاتصال التقليديه يساهم في التعريف بوجود المنظمه في العالم الافتراضي. النهارده العالم الافتراضي اللي هو عالم الانترنت، خدت بالك، والعكس صحيح. فوجود موقع الويب يخدم المنظمه في رفع القيمه المضافه. يتميز التسويق بانه يكون على مستوى المحلي والدولي، فهو محلي كون ان الشبكه تلبي احتياجات السوق الداخلي، ودولي لان الشبكه واسعه، خدت بالك، ممتده عبر الاسواق الداخليه والخارجيه. يبقى اذا انا ممكن اتسوق محلي الكترونيا، ممكن اتسوق دولي. مصطلح التسويق الالكتروني الاي دي، حرف الاي الكترونيك، خدت بال حضرتك، يقصد به اداره التفاعل مع العملاء عبر شبكه الانترنت وتحقيق المنافع المشتركه بغض النظر عن النظر لنوع الاعمال. فقد يستخدم التسويق يستخدم التسويق لسلعه او خدمه او اي شيء اخر، سلعه خدمه اي نوع من انواع التسويق اللي هنتكلم عليها بعد كده. تتعدى تعريف التسويق. يبقى اذا انا لو جبت لك سؤال يوجد تعريف محدد للتسويق الالكتروني، الاجابه خطا. ليه؟ لان زي ما اتكلمت قبل كده وقلت لك ان التسويق علم من العلوم، خدت بالك، الانسانيه اللي بتطور. انا قلت لك ان الاول في تسويق تقليدي، بقى دلوقتي في تسويق الكتروني، لا بقى في تسويق دولي. يبقى اذا تتعدد المعارف ليه؟ لان حصل تغير وتطور. يبقى اذا التسويق من العلوم الانسانيه او الاجتماعيه التي تطورت مع تطور الزمن. علشان كده لا يوجد تعريف محدد، توجد عده تعريف. يعني وانت قاعد في بلدكم كده، في نفترض في الجماعه بتوع بلطيم او سيدي سالم او خدت بالك الحمول او دسوق، ممكن تعمل تعريف. ممكن التعريف، انا عم جايب لك مجموعه من التعريف اللي موجوده في الكتاب. اسلوب تجاري حديث للبحث في الحاجه التي يشعر بها كل من الشركات والتجار والمستهلكين. يعني هي مش قاصره على الشركات بس، لا، ولا التجار بس ولا المستهلكين، على حد السواء. بخفض التكاليف في نفس الوقت وتحسين السلع والخدمات وزياده سرعه تقديم الخدمه. دي تعريف. تعريف تاني، استخدام الوسائل الالكترونيه في اجزاء العمليات التجاريه او في اجراء العمليات التجاريه التبادليه بين الاطراف المعنيه بدلا من عمليات الاتصال المباشر. تاني بقى في التعريف ديت، استخدام الوسائل الالكترونيه، انا بستخدم وسائل ايه؟ الوسائل الالكترونيه اللي هي شبكه الانترنت والجهاز اللابتوب او الكمبيوتر او التليفون اللي معاك، خدت بالك، في اجراء العمليات التجاريه. انا بجري عمليه تجاريه. التسويق ده عمليه تجاريه؟ عمليه تجاريه تبادليه بين الاطراف المعنيه. الاطراف المعنيه اللي هي البائع والمشتري.
بدل من عمليه اتصال مباشر، بدل ما انا اروح لك الدكانه او اروح لك المول او اروح لك السوق، لا انا بعمل اتصال بينه وبين. طيب في تعريف ثالث، في تعريف استخدام امكانيه شبكه الانترنت وشبكات الاتصالات المختلفه والوسائط، خد بالك، المتعدده في تحقيق الاهداف التسويقيه، مع ما يترتب على ذلك من مزايا جديده وامكانيات عديده. انت عندك في الكتاب، انا كاتب لك اهوت 10 تعريفات وجاي لك 11 تعريف. يبقى اذا لو انا جيت للتعريف الاخراني او التعريف رقم 10 اللي واحد اسمه يوسف مش عارف طائي، التسويق الالكتروني يرتكز على تكامل وظائف التسويق باستخدام قواعد البيانات والاتصالات التسويقيه التفاعليه عبر الانترنت والتلفزيون التفاعلي، خدت بالك، واي وسيله الكترونيه. واحد تاني قال لك هي تحديد حاجه الزبائن او المستهلكين وارضاء حاجاتهم بشكل يدر على يدخل على المنظمات ارباحا يضمن بقائها باستخدام تغطيه الاتصالات الحديثه المتمثله في الانترنت، كما ان التسويق الالكتروني يهدف الى مجموعه محدده من الزبائن، هم خليط من اشخاص عاديين بالاضافه الى المنظمات. دول تعريفات، اختار اي تعريف منهم يمشي. التسويق الالكتروني له تعريف محدد، خطا. لماذا تتعدد تعريفات التسويق الالكتروني؟ لان علم التسويق الالكتروني او علم التسويق بصفه عام من العلوم الانسانيه التي بتتطور مع تطور الزمن، ولذلك لا يجوز وضع تعريف محدد. من خلال التعريف يوجد بايه فرق بين التسويق الالكتروني والتسويق التقليدي، ايه الفرق بين الاثنين؟ التسويق التقليدي قلت لك انت بتنزل بصفه شخصيه كده تنزل السوق تشتري السلع اللي انت عاوزها. طيب ايه اللي حصل نتيجه ثوره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ حصل تطور. ايه التطور ده يا عم؟ التطور ديت نتج عنه ان بقى في تسويق الكتروني. يبقى بس هناك فرق. التكلفه التسويق الالكتروني منخفضه. ليه؟ لانك انت بتبقى قاعد في البيت وبتتسوق، لا بتسافر ولا بتروح ولا بتشيل وبتجي لك البضاعه لحد عندك. التسويق التقليدي عالي، الجدول ده يتحفظ. تاني الجدول يتحفظ. متهيألي الكلام واضح، انت مش قدامي في المحاضره عشان اقول لك اصل الغباء وراس. لا يا عم، انت الناس انتوا اذكياء والحمد لله وربنا يقدركم وهتبقوا علماء، بس انا بيهمني الامتحان. الجدول اهو، يوجد اوجه أو فرق او الفرق بين التسويق الالكتروني. اولا ليه؟ لان كل التكلفه منخفضه عليه. اجي اقول لك ايه تكلفه التسويق الالكتروني التقليدي منخفضه، هتقول الاجابه خطا. هعكس لك برضه تكلفة التسويق، خدت بالك، الالكتروني، خدت بالك، عالية، الاجابة خطأ. يبقى اذا التكلفة دي ممكن تيجي منها ايه؟ سؤالين صح او غلط. السرعة غير محدودة وعالية، دي من ليه؟ لانك انت ممكن تشتري السلعة زي ما انت شايف النهاردة، الصيدليات، المطاعم النهاردة كله دليفري، خدت بالك، كل حاجة موجودة. يبقى اذا السرعة غير محدود عليه، دي محدود. انت عشان تنزل تشتري 2 كيلو طماطم او 2 كيلو بطاطس لازم تروح السوق وتيجي وفيلم زي ما بنقول. هنا محدود، السوق مفتوح وواسع، اوبن. انت قدامك شبكه انترنت، كل العالم، كل المواقع قدامك، المواقع التسويقيه تقدر. هنا يبقى ايه؟ السوق مفتوحه واسعه، هنا محدوده. انت نازل سوق الجبان اللي عندكم دي، ولا سوق مش عارف ايه، نازل سوق مثلا لا مؤاخذه سيدي سالم، نازل سوق دسوق، نازل سوق محدود، المكان محدود، تنزل تتسوق بتلف فيه بتمشي فيه، خدت بالك. اما هنا العالم الفضائي، خدت بالك، مفتوح، حجم الشريحه يخدم شريحه كبيره من الناس. النهارده التسويق الالكتروني كل الناس، يعني مثلا ما تيجي لو انت راجل ربنا بقى طبعا وسع عليك كده وكان عندكم 3-4 فدادين طلعوا كده على الدوله وبتاع وبقى معاك ايه من اصحاب الملايين يعني بالمعنى صح، نضفت وقلت بقى انا هروح اقعد هنا، هقعد هنا في بلطيم بلا بلطيم بلا غيره، ده شويه فلاحين، انا هروح اخد ايه في القاهره الجديده او في مدينتي او في العاصمه الاداريه.
يبقى اذا هنجد بقى ايه التسويق هنا، خدت بالك؟ هتنزل بقى القاهره، مش هتروح تلتقي بقى لما عاوز اسوق كذا، لا، يبقى كل تسويقك هيبقى ايه؟ الكترون. يبقى حجم الشريحه شريحه كبيره من الناس، يخدم شريحه معينه من الناس، عدد محدود. سوق المحل عندنا معروف يوم الثلاث ويوم الجمعه بتلتقى مليان، محدود. اما انت النهارده السوق الالكتروني بيخدم العالم كله، او بيخدم كل الناس، حتى لو في المحله كل البشر، سواء اللي في البيوت او بره البيوت. اهم اطراف عمليه تبادل للزبون هنا السوق، هنا الزبون هنا السوق. تكامل الوظائف التسويقيه واسع وهنا محدوده، طرق التواصل سهل صعب، تطوير المنتج سريع عالي الكفاءه والمرونه صعبه. المنتج في التسويق الالكتروني جمع البيانات سهله، انت قاعد على الكمبيوتر وبتخش على كل المواقع بتجمع بيانات سهله، دي صعبه. عشان تنزل السوق تسال بتاع، مثلا لو نزلت سوق عندنا في المحله في الثلاث، تمشي في سوق الحنفي في شارع الحنفي بالمعنى الاصح، تبتدي تسال على التجار، بتاخد وقت على ما تخلص سؤال يبقى اليوم خلص، اما ممكن كل ده يخلص في 10 دقائق لو انت قاعد على الكمبيوتر بتجمع البيانات. ردود سهله، ردود الافعال صعبه. يعتبر التسويق الالكتروني الاكثر الكترونيه بالمقارنه مع وظائف المنظمه الاخرى. تاني، الكلام اللي انا بقوله في المحاضره وبركز عليه ما بقولوش كده من فراغ، انا بقوله على اساس، شوف بقى، يعتبر التسويق الالكتروني الاكثر الكترونيه بالمقارنه مع وظائف المنظمه الاخرى سواء كان انتاج او تمويل او اداره الموارد البشريه. دي تتحفظ ليه؟ التسويق الالكتروني الاقل الكترونيه؟ لا، الاكثر الكترونية. ليه؟ لانك انت بتسوق وانت قاعد. اما الوظائف الاخرى بتاع المنظمه، الانتاج محتاج شغل، التمويل محتاج شغل، اداره الموارد. وقد تمكن التسويق التقليدي من التاقلم وسائل التطور التكنولوجي، حيث تطور هذا المفهوم مرا بعيد حتى وصل للمسمى بالتسويق عبر الانترنت او التسويق الالكتروني. ممكن توضح ذلك في الجدول الاتي. الجدول دي بيعرفك بقى ايه؟ مراحل تطور التسويق الالكتروني. سنه 1970 العرض، خدت بالك؟ 2 تسويق الطلب، 90 تسويق الاداري، 2000 التسويق الالكتروني. يبقى من 70 ل 2000 وصلنا الى تسويق العرض، الطلب، الاداري، الالكتروني. الاولويه تلبيه احتياجات المنظمه، احتياجات الزبائن، احتياجات الزبائن والاشخاص، خدت بالك؟ التفاعل. المبدا يقوم رفع المبيعات. يبقى اذا الجدول دي بنلاحظ من خلال الجدول ان المفهوم التسويق تطور منذ السبعينيات، حيث تغيرت الاولويات. يعني اذا حصل من 1000 بعد 1970 ابتدى العالم يخش في ايه؟ في نظام ومجال اخر. يبقى ايه؟ يتلاحظ من الجدول ان مفهوم التسويق، المفهوم التسويق بصفه عامه، لو انت جينا بقى واحنا بندرس مادة التسويق مراحل تطور التسويق هتلتقي من 1970 حصل ما يسمى التسويق الاجتماعي. ده انت لو فاكر او درست، طبعا انت مش فاكر حاجة اصلا. نلاحظ من خلال الجدول ان كل سنة وانتم طيبين. نلاحظ من خلال الجدول ان المفهوم التسويقي تطور منذ السبعينيات، حيث تغيرت اولوياته ومبادئه حتى وصل على ما هو عليه اليوم. يعني النهاردة حصل 70 80 90 2000 بدأ العالم يتطور، وشبكة الانترنت بتنتشر، وبدأ الناس اللي زيكم يبقوا معاهم موبايلات ويبقى معاهم شبكة نت. كل الكلام ده حصل، حصل، نتج عنه ايه؟ ان العالم تطور وايه، وانتشر مفهوم التسويق الالكتروني، وخاصة في البلاد. انت ما زي ما قلت لك، لما تيجي تروح اماكن في القاهرة هتلتقى كلها شغالة زي اماكن مصر الجديدة، ما قلت لك مدينتي، الكلام ده كله. النهاردة العالم بتتسوق الكتروني، وهو مطلق عليه التسويق الالكتروني، والذي تعددت تعريفه وتنوعت بتنوع مداخله، حيث يتم تعريف التسويق الالكتروني من خلال اجراء مقارنه بين التسويق التقليدي والنت ايه والتسويق الالكتروني من خلال تطبيق تكنولوجيا، لانها دي ايه مهمه جدا جدا. انشطه لها علاقه بالتسويق الالكتروني، ايه الانشطه؟ اللي هو التسويق عبر الانترنت. يبقى واحد من الأنشطة، يوجد الكثير من الخلط والتشابك بين مفهوم التسويق الإلكتروني ومفاهيم أخرى مثل التسويق عبر الإنترنت والأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. يبقى أنا عندي أربع مفاهيم عاوزك تخلي بالك منه. ليه؟
ان لا علاقه مباشره بالتسويق عبر او بالتسويق الالكتروني. زي ايه؟ التسويق عبر الانترنت. على الرغم من ان التسويق عبر الانترنت او من خلال الانترنت يمثل احد وسائل التسويق الالكتروني، فان البعض يرى ان التسويق عبر الانترنت مرادف للتسويق الالكتروني نظرا لانه يمثل الاسلوب الاكثر ممارسه من بين اساليب التسويق الالكتروني. ماشي يا عم الحاج. والتسويق عبر الانترنت هو استخدام شبكة الانترنت والتكنولوجيا الرقمية المرتبطة بها لتحقيق الاهداف التسويقية ودعم المفهوم الحديث. يبقى التسويق عبر الانترنت هو استخدام شبكة الانترنت والتكنولوجيا الرقمية المرتبطة بها لتحقيق الاهداف التسويقية ودعم المفهوم الحديث. وعرف ايضا على انه نوع من التسويق لسلعة او خدمة معينة على شبكة الانترنت، دي التسويق عبر الانترنت. ويتضح ان التسويق الالكتروني، هنا بقى اللي يهمنا، ويتضح ان التسويق الالكتروني اوسع نطاقا واشمل من التسويق عبر الانترنت. تاني ادي التعريفات بتاع التسويق عبر الانترنت. ويبقى اذا لما نيجي نقارنها بالتسويق الالكتروني يتضح ان التسويق الالكتروني اوسع نطاقا واشمل من التسويق عبر الانترنت، اي ان التسويق عبر الانترنت يمثل احدى وسائل التسويق الالكتروني. الكلام ده يتحافظ وانا بقولها اهو، وهنتقابل في الامتحان. سمعت المحاضره ما سمعتهاش، فهمتها ما فهمتهاش، انت حر. يتضح ان التسويق الالكتروني اوسع نطاقا واشمل من التسويق عبر الانترنت، اي ان التسويق عبر الانترنت يمثل احد وسائل التسويق الالكتروني، حيث يشمل الاخير بالاضافه للتسويق عبر الانترنت وسائل اخرى تندرج تحت مفهوم التسويق الالكتروني، منها الوسائط المتعدده، التلفزيون التفاعلي، الواقع الافتراضي والرسوم المتحركه، الاسطوانات المدمجه او المضغوطه اللي هي سيدروم اللي احنا بنتكلم عنها. تاني حاجه الاعمال الالكترونيه. تحفظ لي بقى دي برضو، تركز لي عليه. الاربع مفاهيم هيجي منهم في امتحان اخر السنه، وهجيبهم باكثر من طريقه. والكلام اللي انا بقوله اهو مش محتاج فيه. الاعمال الالكترونيه اتكلمنا عن التسويق عبر الانترنت، هنتكلم عن الاعمال الالكترونيه. تعرف الاعمال الالكترونيه هي الاستخدام الامثل، ركز بقى، للوسائط الالكترونيه بما فيها الانترنت في اداء اعمال المنظمه. تعرف الاعمال الالكترونيه الاستخدام الامثل للوسائط الالكترونيه، للوسائط بما فيها الانترنت في اداء الاعمال. وهي ايضا استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الاعمال، ليس فقط من اجل ايه ان انا بمشي بسرعه، من اجل السير والسرعه، من اجل اليسر والسرعه، اليسر اللي هي السهوله والسرعه في انجاز المعاملات وتبادل المعلومات، ولكن من اجل احداث تحول كيفي في طرق اداء الاعمال. بص بقى الاعمال الالكترونيه، الاعمال الالكترونيه ليست مجرد اداه او وسيله جديده، انما هي منهج متكامل واوسع واشمل من التسويق الالكتروني. هوب اقف هنا بقى، هدي خلي بالك راك. يبقى الاعمال الالكترونيه ليست مجرد اداه او وسيله جديده، انما هي منهج متكامل واوسع واشمل من التسويق الالكتروني. اذا الاعمال الالكترونيه اشمل واوسع من التسويق الالكتروني ومن التسويق عبر الانترنت، حيث انها تتضمن التسويق والانتاج والماليه وعمل الموارد البشريه والبحث والتطوير. يبقى اذا الاعمال الالكترونيه اوسع واشمل من التسويق الالكتروني. او لو حبينا نلف من الناحيه الثانيه ونقول ان التسويق الالكتروني جزء من الاعمال الالكترونيه او فرع من فروع الاعمال الالكترونيه. نيجي نتكلم عن التجاره الالكترونيه، اتكلمنا عنها. تتضح ان التجاره الالكترونيه، خلي بالك برضه، في كافه انواع التعاملات التجاريه تتم الكترونيا عبر شبكه المعاملات الدوليه للانترنت. وتعرف على انها هي استخدام الانترنت في شراء وبيع المنتجات التي يتم نقلها اما ماديا من موقع الاخر، وتبادل المعلومات بين البائعين والمشترين من خلال شبكه الانترنت. اذا التجاره الالكترونيه ببساطه شراء وبيع المنتجات.
التجارة الإلكترونية شراء وبيع المنتجات، أنا بشتري وببيع عبر الإنترنت، عبر شبكة الإنترنت والشبكات التجارية العالمية اللي هنتكلم عليها بسرعة كده برضو، هناخدها إيه في نهاية المحاضرة ديت، هعرفكم إيه الشبكات التجارية العالمية. وهناك من يعتقد أن التجارة الإلكترونية هي التسويق الإلكتروني، وهذا الاعتقاد خاطئ. يبقى من النهاردة خلي بالك من السطر دي، أنا قاعد بقى كأني قاعد في إيه، في كتاب في بلدكم اهو، ما عامل ايه، ما انتوا اصلا انتوا غاليين عليا. هناك من يعتقد ان التجارة الالكترونية هي التسويق الالكتروني، هذا اعتقاد خاطئ. لما اجي اجيب لك سؤال وهجيبه، التجارة الالكترونية هي التسويق الالكتروني، الاجابة غلط وهذا خاطئ. فالمصطلح التجارة الالكترونية، خلي بالك بقى اما اقول لك اذكر السبب، هي اقرب الى التجاره منه الى التسويق، باعتبار ان التسويق هو مدخل مفهوم ممكن استخدامه كفلسفه ارشاديه لوظائف ونشاطات المنظمه، ولا يختصر عمليه البيع والشراء كما انه في حاله المتاجره وتاسيس على ذلك قول ان التجاره هي متاجره عبر التقنيات الرقميه، بينما التسويق الالكتروني هي سلسله وظائف تسويقيه متخصصه ومدخل شامل يقتصر على عمليات المتاجرة بالسلع والخدمات. يبقى اذا لو انا جيت قلت لك التجارة الالكترونية هي التسويق الالكتروني، هتقول لي الاجابة خطأ. هقول لك ليه؟ هتقول لي الكلمتين دول، التجارة الالكترونية هي متاجرة عبر التقنيات الرقمية، بينما التسويق الالكتروني سلسلة وظائف تسويقية متخصصة ومدخل شامل يقتصر على عمليات المتاجرة بالسلع والخدمات. انا بتكلم على المجموعة اللي بتقعد قدامي ومركزة، المجموعات اللي قاعدة ورا دول سيبك منهم، انا مش سيب منهم، انا قلت لهم اهو، بس ولكن هم مش معاي، انا بتكلم برضه وهوت، وانا بتكلم وبسجل وعاد. يبقى اذا التجارة الالكترونية هي التسويق الالكتروني، مع ذكر السبب انا مش عاوز لك الكلمتين دول، التجارة الالكترونية هي متاجرة عبر التقنيات الرقمية، بتاجر عبر وسائل الوسائل اللي هي الايه الانترنت اللي هي الرقميه، بينما التسويق الالكتروني هي سلسله وظائف. يبقى انا عاوز كلمتين وظائف، وهنا ايه متاجره تسويقيه متخصصه ومدخل شامل يختصر عمليات المتاجره بالسلع والخدمات. ويقصد بالتجاره الالكترونيه، لو انت بقى عاوز تكمل بقى وايه وتبين لي ان انت ايه وبتفهم، ويقصد بالتجاره الالكترونيه عمليه ممارسه البيع والشراء عبر الانترنت ودفع القيمة واستلامها بطرق آلية، فيما استخداما البطاقات الائتمانية والبطاقات ايه الائتمانية الافتراضية، وتلك الامور البطاقة التي تقدمها البنوك عبر الانترنت من غير وجود حقيقي ملموس للتجارة. وهناك عدة اشكال منها، تجارة التجزئة هي الكترونيك ريليشن والمزايدات وهكذا. الاقتصاد الرقمي بقى اللي هو ايه، الاقتصاد الرقمي هو مفهوم جديد يتكون من ثلاث أقسام، هي البنية التحتية الداعمة، عملية أنشطة إلكترونية، وعمليات وأنشطة. يبقى واحد البنية التحتية، عمليات أنشطة إلكترونية مثل عمليات الإنتاج والعلاقات مع المستهلك. والمكون الثالث هي تعاملات التجارة الإلكترونية التي سبق تعرفه بأنها البيع والشراء وأنها جميع الإجراءات عبر الانترنت. منظمات اعمال الكترونيه بتعمل هنا تجاره الكترونيه، انشطه اخرى تجاره الكترونيه، تسويق تقليدي، تسويق الكتروني، وفي وظائف اخرى. العوامل التي ساعدت على انتشار التسويق الالكتروني، يبقى اذا عرفنا التسويق الالكتروني، عرفنا الفرق بينه وبين مجموعه من الوظائف الاربعه، الانترنت، التجاره الالكترونيه، الاعمال الالكترونيه، الايه الاقتصاد الرقمي. العوامل اولا تحقيق التواجد عبر الانترنت. يبقى اذا العوامل التي ساعدت على انتشار التسويق الالكتروني، واحد تحقيق التواجد الالكتروني عبر الانترنت، يبقى اذا دي تتحفظ. توفير معلومات عن المنظمه، يبقى انا بتحقق التواجد عبر، انا موجود على الشبكه اصلا، خدت بالك؟ يبقى اذا انا بوفر البيانات بتاع توفير المعلومات عن المنظمه، فالتواجد عبر الانترنت يمكن ايه؟ يمكن المنظمة من الحصول على العديد من الإجابات والتساؤلات.
ثلاثة الوصول إلى الأسواق العالمية. أنا ما بتبقى أنت قاعد هناك في سيدي سالم أو في عزبة أو في بلد من بلادكم في آخر الدنيا هناك في في الحمول، أو لا مؤاخذة هناك في اسمها آخر خطوط عندكم مثلا، اللي هو اللي فيها هناك اللي هي بتاع السمك ديت، خدت بالك؟ بركة غليون، خدت بالك؟ وإدفينا أو الأماكن ديت، خدت بالك؟ وفوة، أنت بتبقى قاعد هناك تقدر تعرف توصل للأسواق العالمية، الوصول إلى الإيه؟ السوق العالمية. ففي الإنترنت لا توجد حقوق جغرافية ولا زمنية، توافر الكتالوجيات والصور والفيديوهات، القيام بخدمة المستهلك خلال على مدار الساعة، أو خلال يعني خلال 24 ساعة في 7 أيام، يعني إيه كلمة على مدار الساعة؟ خدت بالك؟ إتاحة المعلومات الحديثة والكتيرة أو والقصرى والتغير، التفاعل بين المنتج والمستهلك، تطوير تكنولوجيا الاتصالات. يبقى إذن ما هي العوامل التي ساعدت على انتشار التسويق الإلكتروني؟ 1، التواجد الإلكتروني عبر الإنترنت. 2، توفير المعلومات. 3، الوصول إلى الأسواق العالمية. 4، توفير الكتالوجات والصور والفيديوهات موجودة كلها على الموقع. 5، القيام بخدمة المستهلك على مدار الساعة، أو خلال يعني إيه 24 ساعة في 7 أيام، يعني طول السنة. 6، إتاحة المعلومات الحديثة والكثيرة، خدت بالك؟ والتغير متاح بسهولة. 7، سبعة التفاعل بين المنتج والمستهلك. 8، تطور تكنولوجيا الاتصالات. مزايا التسويق الإلكتروني إيه؟ إيه المزايا بتاعته؟ يوجد للتسويق الإلكتروني عدة مزايا، اذكرها ممكن أقول لك اذكرها باختصار أو اذكرها بالتفصيل. 1، توسيع قاعدة العملاء نتيجة إمكانية الدخول اللحظي والدائم فيه، فالموقع مفتوح دائما. يبقى توسيع قاعدة العملاء نتيجة إمكانية الدخول اللحظي والدائم، فالموقع مفتوح دائما ويمكن الدخول إليه من قبل العميل. 2، انخفاض التكاليف والإنسابية في العلاقات بين البائع والمشتري. 3، تقليل الأعمال الورقية. ما فيش حاجة اسمها ورق، ما بكتبش بقى جوابات رايحة وجوابات جاية أو فواتير أو الكلام دي. تقليل الأعمال والاهتمام أكثر بحاجات العميل. أنا بهتم بالعميل، أنا عاوز أركز على العميل عشان أبيع. تقليل الأعمال الورقية للاهتمام أكثر بحاجات العميل ورغباته، مما يساهم في تقليل وقت إتمام المعاملات. 4، الدخول بسهولة إلى الأسواق وتوفير إمكانية الوصول إلى جميع هذه الأسواق. 5، إمكانية أكبر للاستفادة من مساعدة ونصيحة الخبراء. 6، زيادة القدرة على المعلومات التفصيلية. 7، وسيلة تسويق جديدة وسريعة ومتميزة. 8، المرونة في المعاملات. 9، تقديم المنظمات مستوى أعلى من الخدمة. 10، يمكن من الحصول على إحصائيات دقيقة، يعني أنت بتحصل على إحصائيات دقيقة. يبقى إذن ركز معايا بقى، مزايا التسويق الإلكتروني، توسيع قاعدة العملاء، أنا برجع معاك واحدة واحدة، ونتيجة إمكانية الدخول اللحظ والدائم، يعني أنت بتخش في نفس اللحظة في الموقع. انخفاض التكاليف وإيه والإنسابية في العلاقات. أنا دخول الموقع ما بيكلفنيش شيء، والإنسابية بين البائع والمشتري، وطبعا أنا كراجل صاحب موقع يهمني أبيع لك. 3، تقليل الأعمال الورقية، ما فيش أعمال ورقية، مش هقعد بقى أكتب لك جواب وأنت ترد عليه. 4، الدخول بسهولة لأسواق جديد، يعني ممكن تقتحم أي سوق في الصين، في أمريكا، في أوروبا. 5، إمكانية أكبر للاستفادة من مساعدة ونصيحة الخبراء. 6، زيادة القدرة على جمع المعلومات. 7، توفير وسيلة تسويق جديدة وسريعة ومتميزة للمستهلكين. 8، المرونة في عرض المعلومات عن المنتجات مع تحديث المعلومات. 9، تقديم المنظمات مستوى أعلى من الخدمة، مثل التصنيع حسب الطلب، يعني على حسب ما أنا عاوز بيصنعوا لي بأعداد كبير. 10، يمكن الحصول على إحصائيات دقيقة بعدد ونوع زوار الموقع، يعني ممكن تعرف إيه مين اللي دخل الموقع ومين ما دخلش. يبقى دول، خدت بالك كده؟ نيجي نتكلم خصائص التسويق الإلكتروني. ما هناك عدة خصائص للتسويق الإلكتروني، منها
تمكن رجل التسويق للتعرف على العملاء ايه قبل الشراء، بتعرف رجل التسويق على العملاء قبل ايه الشراء. طبعا قبل الشراء ممكن رجل التسويق يعرف، خدت بالك، العملاء بتوعه ايه. اتنين، السماح للعملاء بالتعبير عن حاجاتهم الرئيسية، بيسمح لي انا كعميل او مستهلك بالتعبير عن حاجاتي ورغباتي. ثلاثة، العمل على بناء قاعدة بيانات اللي هي داتابيز. يبقى اذا دي برضو من الامور الهام. اربعة، قدرة العملاء على التحكم في المعلومات التي يحصلون عليه. خمسة، يساعد العملاء للوصول الى المعلومات المتاحة. يبقى اذا احنا اتكلمنا على ايه بقى، بنتكلم مع بعض اهوت نقطة نقطة عشان لما نيجي نتكلم مع بعض ديت ايه خصائص، ايه الشيء اللي بيميز التسويق الالكتروني عن انواع التسويق الاخرى. تمكن رجل التسويق للتعرف على العملاء قبل الشراء، يعني انت ممكن في خلال الموقع تتعرف على رجل التسويق. طيب وايه تاني؟ اتنين، السماح للعملاء بالتعبير عن حاجاتهم. انا كعميل او كمستهلك بقدر اعبر عن حاجاتي، ايه اللي انا عاوزه وعن الرغبات اللي انا عاوزها منها. دي الخصائص، يبقى ديت من ضمن الخصائص اللي بتميز التسويق. ثلاثة، العمل على بناء قاعدة، اللي هي ببني قاعدة بقى ايه كاملة اللي بنسميها ايه الميموري. في بقى الذاكرة بتجمع لكل الميموري بتاعي انا كموقع، عندي في الموقع بتاعي في كصاحب شركة الذاكرة بتاعت الموقع اللي انا ببنيها عليها او بصممها بتشمل لي توفر كل اي حاجة عن العملاء، بناء قاعدة بيانات، خدت بالك. وبنتكلم على ايه قدامك الكلام، قدرة العملاء على التحكم في المعلومات التي يحصل. انا العميل بيقدر يتحكم في المعلومة، خدت بالك، من خلال موقع، من خلال انظمة موجودة حاليا. خمسة، يساعد العملاء للوصول الى المعلومات المتاحة. يساعد العملاء للوصول الى المعلومات المتاحة، يعني بيساعد ان انا بحصل على كم فوائد. التسويق الالكتروني متعددة، في فوائد بالنسبة لرجل التسويق، يعني انا كرجل تسويق، التسويق الالكتروني اداة جديدة استخدمها دي. يبقى اذا التسويق الالكتروني خدت بالك له فوائد. فوائد بالنسبة لايه؟ انا كرجل تسويق، يبقى واحد، وبالنسبة للمستهلك، وبالنسبة للمنظم. مع انتشار شبكة الانترنت وتزايد اعداد مستخدميها ادى لاتساع نطاق التسويق الالكتروني، ماشي. ومن المنتظر ان ترتفع توقعات العملاء والمستهلكين من حيث الرغبة في الحصول على افضل منتجات وبانسب الاسعار او بتوقيت مناسب للتسليم، وتبقى عملية ارضاء العملاء والمستهلكين هي المؤشر الاساسي للنجاح في بيئة السوق. وفيه يوجد العديد من فوائد التسويق الالكتروني بالنسبة لرجل التسويق. توجد العديد من الفوائد التي يقدمها التسويق للعاملين في مجال او في نشاط التسويق، ومنها التسويق الالكتروني اداة جديدة يستخدمها رجل التسويق واللي بناء علاقات مع العملاء والمستهلكين. يبقى انا كرجل لنوت، كرجل تسويق او كرجل مندوب مبيعات او مندوب تسويق، انا اقدر ابني علاقات من خلال التليفون اللي انا ماسكه مع ايه، مع المستهلكين، زي ما انتم شايفين في الصيدليات، وزي شايفين جدير جدا ان في ناس او في شركات بدأت تستخدم وخاصة ان هي تبني علاقات مع العملاء. التسويق الالكتروني اداة جديدة استخدمها لبناء علاقات مع العملاء والمستهلكين. اثنين، يساعد التسويق الالكتروني على تصميم وسائل اتصالات تتناسب مع النوعيات المختلفة من العملاء. يعني ممكن يقول لك طب خلاص انا واحد من الناس اهوت امكانياتي محدودة في الانترنت، تقول لا يا عم الحاج، احنا هنعمل لك نظام هتسهل ان انت تتصل بيه. يبقى اول حاجة اداة جديدة لبناء علاقات. اثنين، يساعد على تصميم وسائل اتصالات مناسبة. ثلاثة، يؤدي التسويق الالكتروني الى تخفيض التكاليف. كل الحاجات ديت انا بستخدم الشبكة وبستخدم الجهاز بتاعي بيؤدي الى تخفيض التكاليف، ودي بتنعكس على ايه، سعر السلعة. اربعة، تساعد استراتيجية التوزيع المادي الالكتروني على تحسين كفاءة بعض الوظائف. خمسة، يؤثر استخدام الانترنت على درجة التركيز. ستة،
القدرة على دعوة العملاء والمرتقبين في حوار، بعمل كوميونيكيشن بيني وبين العملاء، يوفر انترنت قوائم التعرف الالكتروني، يمكن التسويق الالكتروني رجل التسويق من القيام بالابحاث، 9 يساعد التسويق الالكتروني على عمل توصيف واضح، 10 تكامل احداث تكامل بين التكنولوجيا الحديثة لطرق البيع، 11 خدت بالك احداث التنسيق. يبقى في عندي 11 بالنسبة لرجل التسويق. طب بالنسبة بقى للمستهلكين، توجد فوائد يحققها التسويق الالكتروني للعملاء والمستهلكين. 1 توفير ميزة التسويق الميسرة. يعني كلمة ميسرة يعني انت بتتسوق وانت نايم على السرير او نايم قاعد في بيتكم، يعني وانت قاعد على المصطبة ببلدكم، يبقى توفر ميزة التسويق الميسرة، فلا يحتاج المستهلك لبذل مجهود. انت بتبقى قاعد كده في المصطبة ببلدكم هناك في العزبة هناك في لمؤاخذة البرولوس، وتقول الو مش عارف ايه، ماسك التليفون وتقوم عامل رسالة، تبقى توفر ميزة التسويق الميسرة فلا يحتاج المستهلك لبذل مجهود. ايه في اماكن تيجي انت ممكن تحصل على كافة المعلومات وانت قاعد، وانا قاعد في فوة، قاعد في زي قلت لك في مطوبس، قاعد في اي مكان من الاماكن ديت، اقدر احصل على ايه، على ميزة التسوق الميسر. 2 من خلال موقع الانترنت يحصل على ميزة اجراء مقارنة بين الماركات. يعني ممكن اخش على ايه كذا موقع اقارن بين الماركة، او انا محتاج بنطلون او محتاج كذا، او محتاج مثلا لو انا راجل اعمال محتاج مكنة معينة، بقدر اعمل ايه مقارنة بينها. يبقى من خلال موقع الانترنت يحصل المستهلك على ميزة اجراء مقارنة بين الماركات والتعرف على اسعار وعمل امر الشراء. تجنب المساهمة مواجهة رجل البيع والاحتكاك بما بيحصلش فيه بينه وبينك ايه مواجهة مباشرة قد يؤدي إثارة ايه، يعني كانت بتحصل ايه مشاكل او بتحصل ايه زي ما بقولك ايه احتكاكات بيجنبني انا. يوفر الانترنت المستهلك معلومات تفصيلية عن المنتجات، خدت بالك دي بوفر لكل المعلومات. 5 وسيلة اتصال مكتوبة وسعرية او فعالة في البيع. هقف هنا عند انواع التسويق الالكتروني. انا خلصت كده بالنسبة الكلام ده موجود في الكتاب يتقرا كويس جدا، عشان احنا قلت لك ان الوقت مش في صالحنا، وعشان كده انا قلت لك خلي بالك انا هحاول ان انا ايه اجيب لك. انا النهارده بقول لك ما هو التسويق الالكتروني. اولا احنا قلنا التسويق الالكتروني والتجاره الالكترونيه، تمثل التجاره الالكترونيه احدى الموضوعات اللي هي الايه بالاقتصاد الرقمي ديجيتال ايكونومي. انا برضه التجاره الالكترونيه الكترونيك كوميرش، تقنيه المعلومات انفورميشن تكنولوجي. يبقى اذا انا عندي كلام بقى مهم جدا. اي كوميرش مشتقه من الانجليزيه الكترونيك كوميرش، مصطلح اي كوميرش مشتقه من الانترنت، خدت بالك مشتقه من انترنت كوميرش. يبقى ايه هذا المصطلحات دي موجوده واللي انا قلت لك هنعرفك عليه. التسويق الالكتروني هو من ابرز واهم نشاطات التجاره الالكترونيه والتي تتم عبر الانترنت، ذلك ان الوظيفة التسويقية هي احدى وظائف المنظمة، وهي الوظيفة التي تسعى الى تسهيل تبادل وانسياب المنتجات من المنتج الى المستهلك، ومن خلال استخدام ادوات واساليب معينة بحيث تحقق المنافع المطلوبة لاطراف العملية التسويقية. وتتم هذه العمليات في ظل بيئة شديدة التغير، وهذه العملية تتم بشكل رئيسي بواسطة الانترنت، انترنت بيزد ماركتينج، في ممارسة كافة الانشطة التسويقية كالاعلان والبيع والتوزيع والترويج وبحوث التسويق. انواع التسويق الالكتروني، يرى ان احنا هنتكلم النهاردة على يرى بعض الخبراء كاتلر بانه يمكن تصنيف التسويق 3 انواع: التسويق الخارجي اللي احنا واقفين عنده، التسويق الداخلي، التسويق التفاعلي. مفهوم التسويق الالكتروني، هنا بقى تركز لي على الكلام اللي انا بقوله، مفهوم التسويق الالكتروني لا يختلف عن المفاهيم التقليديه للتسويق الا فيما يتعلق بوسيله الاتصال بالعملاء، حيث يعتمد التسويق الالكتروني على شبكه الانترنت كوسيله اتصال سريعه وسهله وقليله التكلفه، وذلك لتنفيذ هذه الاعمال التي تشكل الانواع الرئيسيه لعمليه التسويق بشكل تقليدي. يبقى مفهوم التسويق الالكتروني لا يختلف عن التسويق الايه الا في ايه فيما يتعلق بوسيله الاتصال.
يبقى يختلف. ليه؟ لان وسيلة الاتصال تختلف من مكان لاخر. الخصائص التي تميز التسويق الالكتروني: الخدمة الواسعة، عالمية الاسواق اتكلمنا عليها، سرعة تغيير المفاهيم، اهمية الاعلان عبر شبكة الانترنت، الخداع والشركات الوهمية، تضييق المسافة، تقليل وسائل الترويج عبر شبكة الانترنت، غياب المستندات الورقية اللي احنا قلنا من الكلام ديت، الصور المختلفة للتسويق الالكتروني، مصفوفة التسويق الالكتروني اللي هنجيبها لك ديت، اللي هي مصفوفة التسويق الالكتروني الحكومة شركة والمستهلك حكومة، اللي هي جي تو جي اللي احنا اتكلمنا عليها في هنتكلم عليها برضو في المحاضرة القادمة ان شاء الله. برضو عاوز قبل ما اسيبك ان انا اقول لك ايه مصطلح التسويق الالكتروني. ترجمة المصطلح الانجليزي الكترونيك ماركتينج، وانهار التسويق الالكتروني هو مجموعة من الانشطة التي تؤدى بواسطة الافراد والمنظمات باستخدام تكنولوجيا الاعمال والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية التفاعلية وبشكل خاص شبكة الانترنت، وبهدف تسهيل عملية المبادلة في السوق المستهدف. ويتمتع التسويق الالكتروني بخصائص: الخدمة الواسعة اللي اتكلمنا عليها، عالمية الاسواق اتكلمنا كل الكلام ده، سرعة التغير، الخداع والشركات الوهمية، تضييق المسافة بين المنظمات، تقليل وسائل الترويج اتكلمنا، غياب المستندات الورقية. اهداف التسويق الالكتروني: تحسين الصورة الذهنية للمنظمة للمنتجات، تحسين الصورة الذهنية للمنظمة والمنتجات المعروضة، تقديم خدمات وتحسين العناية بالمستهلكين، البحث عن مستهلكين جدد، القيام بعمليات البيع والشراء، محاولة مواجهة تحقيق ما يتوقع منه، تخفيض التكاليف، تحقيق السرعة، تقديم قيمة جيدة، الترويج والكلام دي. مبررات اللجوء للتسويق الالكتروني: تحقيق التواجد الالكتروني على الانترنت، توفير المعلومات عن المنظمة، الوصول الى الاسواق العالمية. يبقى ايه؟ القيام بخدمة مسالك اللي اتكلمنا عليها ايه 24 ساعة، اهمية التسويق الالكتروني، واحد توسيع قاعدة المسالكين اكيد ليه اتكلمنا عليها، توسيع قاعدة المسالكين، انخفاض التكاليف، تقليل الاعمال الورقية، الدخول بسهولة في الاسواق الجديدة، زيادة القدرة، الكلام ده كله عنه. اوجه التشابه والخلاف بين التسويق الالكتروني والتسويق التقليدي اتكلمنا عليه وهنبدأ معاه. يختلف التسويق الالكتروني عن التسويق التقليدي باستخدام شبكة الانترنت والوسائل الرقمية الاخرى مثل التلفاز التفاعلي والهاتف المحمول والواقع الافتراضي. ويمكن ايجاز اهم الاختلافات فيه: ان التسويق الالكتروني يعتمد على الانترنت والشبكة، ليست سوق الجماهير بالرغم من اعداد. 2 المسح البيئي، خدت بال حضرتك، او المسح البيئي على شبكة الانترنت يشمل كثير من المتغيرات كمسح المنافسين. 3 تعامل مع المنظمات عبر الانترنت يسمح لها بالاتصال باعداد كبيرة جدا. 4 التسويق يسمح بمعرفة المنظمة ومنتجاته. 5 التسويق الالكتروني يعتمد على تكنولوجيا المعلومات. سوق الانترنت لا يخضع لقيود الوقت والمكان والتكلفة، دي الفرق اللي بينه وبينه. ان عدم رضاء المستهلك عن الخدمه يعبر ايه ينشر ينتشر دي. مجالات التسويق الالكتروني هنتكلم ان شاء الله فيها في المحاضره القادمه. طبعا الشبكات اللي موجوده اللي احنا اتكلمنا عليها، انا عاوزك تعرف ايه شبكه الانترنت. هي عباره عن شركه واحده ومجموعه من الشبكات الخاصه باحدى الشركات او الولايات. قد تكون هذه الشبكه داخليه محدوده داخل هذه المنطقه، قد تكون مجموعه شبكات خارج نطاق هذه المنشاه. خدت بال حضرتك، دي الانترنت، بحيث ترتبط بعضها ببعض وترتبط هذه الشبكه ببعضها باستخدام حاسب الي واحد اللي هو السيرفر. والهدف من هذه الشبكة هو العمل تسهيل تبادل البيانات داخل هذه المنشأة. الشبكة الاكسترنت اتكلمنا هي عبارة عن شبكة خاصة، دول مطلوب من انت تعرف الكلام ديت، وهنحاول برضو كده ان شاء الله لو كان هيبقى في وقت نتكلم عنهم ايه باكتر. المعلم اتكلمنا عن الاعمال الالكترونية وقلنا عليها برضو في محاضرات التانية هنتكلم عليها. انا مش عاوز انا بسرعة كده
عاوز ايه انهي المحاضرة برضو بحاجة جميلة جدا، التسويق اللي هي 4 بي اس، ويقصد بها برودكت برايس بروميشن بليز، دول اللي هو المزيج التسويقي لاحتياجاته. وباختصار شديد التسويق مرتبط بأروع انواع هي المزيج التسويقي اللي اتكلمنا عليها، المنتج البرودكت بليس اللي هو المكان، والتوزيع الترويج بروميشن الدعايه او السعر، قصدي بروميشن اللي هي بروميشن الترويج والدعايه، وبرايس السعر. التسويق الالكتروني استخدام التكنولوجيا لزياده فعاليه التسويق، زياده مكاسب الشركات، واضافه قيمه للمستهلك. ما هي الاسباب التي ادت الى استخدام التسويق؟ اتكلمنا عليها اللي هو انتشار الانترنت وهكذا، واتكلمنا عن الحاجات دي، اهميه التسويق الالكتروني. وان شاء الله في المحاضرات القادمه هنحاول نكون مع بعض. انا في نهايه المحاضره بقول لكم وبنصحكم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، سواء انا او زملائي في المعهد، ما بنتدخرش لا الوقت ولا الجهد، احنا عاوزينكم ان شاء الله تقدروا تحصلوا اكبر قدر من المعلومات على اساس ان انتم تجيبوا درجات كويسه وتقدير كويس. الامتحانات قربت ان شاء الله، في المحاضرات القادمه هحاول، او لو احنا كان لنا يعني ربنا وفق ان احنا نكون نتقابل مع بعض في المعهد، هحاول ندي لكم برضو بعض نماذج من الاسئله اللي احنا هنجيبها في الامتحانات، ونحاول نشرح مع بعض طريقه الامتحان. وانتم عارفين الاسلوب بتاعي. النهارده اداره المعهد والدكتور محمد سامي راضي حقيقي عميد المعهد، لا يعني حقيقي دايما بينصحنا بان احنا نهتم ونحاول نبسط لكم الامور، واحنا من جانبنا ما متأخرش عليكم. احنا هدفنا او وظيفتنا ان احنا نقدم لكم خدمة تعليمية متميزة. انا في النهاية بقول لكم خلاص الحكم صفر، الماتش انتهى، الامتحانات على الابواب، اتمنى لكم التوفيق والنجاح، وان شاء الله رجائي تهتمهم شوية وتركزهم. انتوا عارفين اهاليكم قد ايه بتتعب، وتتمنى ان انتم تتخرجوا وتشيلوا العبء من عليهم. انا في النهاية بكرر تهنئتي بعيد الفطر المبارك، بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم ان شاء الله السنة الجاية في سنة رابعة. لكم مني خالص التحية وعظيم الاحترام. كان معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد في محاضرة مسجلة تبث عبر شبكة الانترنت من خلال موقع المعهد في مادة تسويق وتجارة الكترونية في التسويق الالكتروني. لكم مني خالص التحية وعظيم الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.